بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم على قناة محمد عبدو مع الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الاول مع مادة الرياضيات وتدريبات مراجعة للفصل الدراسي الاول كنا عملنا المراجعة الاولى للدروس من واحد الى 15 لكن الحقيقة يعني انا ضفتها وصلت لغاية 16 عشان خاطر اربط الجمع مع الطرح الاثنين مع بعض وقفلنا التدريبات الاولى والنهارده إن شاء الله معانا تدريبات من 16 إلى 30 أنا هعملهم في أربع مراجعات عشان حضراتكم يعني تاخدوا منهم وتشتغلوا بما يتراءى معاكم وبما يتناسب معاكم يعني كل سؤال ممكن تاخد له حصة أو لأن أنت عندك بتاع شهر أو أو شهرين أهو يعني تقريباً في حدود يعني الفترة دي تستغلها في المراجعات دي. أه ما تنسوش حضراتكم الاشتراك في قنواتي وبالذات قناه براعم مبدعه اللي نزلت عليها أه فيديو للترم الثاني رياضيات الترم الثاني اللي هو شرح المنهج أه اللي في الفصل الدراسي الثاني هيكون عباره عن ايه؟ بالاضافه ان شاء الله لمجرد ما يوصل الدليل معانا أه هنشتغل على طول لان انا وصلني 26 صفحه زي ما قلت لحضراتكم للي ما سمعش في الفيديو اللي فات. آه برضو ما تنسوش الاشتراك في قناه معلم الرياضيات اللي هي للترمين عليها برضه مراجعات للفصل الدراسي الاول تعالوا بينا مع بعض نشوف وطبعا آه جروبي على الفيسبوك يعني للتواصل معايا وتعليقاتكم الحقيقه بتساعدني لكن يعني مش شايف لسه ما زلنا في المراجعات يعني يمكن لسه معظمكم ما وصلش آه للدرس 60 لكن في ناس آه خلصت وطلبتني بالمراجعات دي تعالوا بينا نشوف هنبدا مراجعتنا الاولى بان احنا هنكتب ونعبر بالرسم عن طريقه لمعرفه العدد الناقص في المسائل التاليه. يعني هيجيب لي مساله بيقول لي مثلا رسم عمر في ورقه خمس دوائر وبعدين رسمت يارا اخته عدد تاني من الدوائر فلما جم عدوا الدوائر كلها لقوهم 12. يا ترى كام دائره اضافتها يارا؟ أه هنا عشان في كلمة إضافة يبقى في كلمة جمع. طب نحلها إزاي أو نكتب المسألة إزاي؟ اللي رسموا خمسة. وبعدين يارا ما نعرفش رسمت كام وبالتالي هيبقى مجهول. وبعدين الكل اللي طلعوا كام؟ 12 يعني إذا المسألة بتاعتنا هتكون بالشكل ده. تعالوا بينا نشوف إيه الأفكار والطرق اللي ممكن أو الاستراتيجيات اللي ممكن نتعرض لها في الكلام ده انا هدي اكتر من استراتيجيه للاستخدام في حل المسائل دي او المسائل اللي زي كده يعني سواء كانت جمع او طرح وحضرتك يعني ممكن تدوها للاولاد كشرح الاول وبعدين يعني كافكار سريعه للمراجعه وبعدين تقسموهم مجموعات وكل مجموعه تعمل باستراتيجيه من الاستراتيجيات وتوفر لهم الوسيله اللي هيستخدموها الاولاد فيها هتبقى حصه زي نشاط جميله جدا وفي نفس الوقت مراجعات. اول طريقه عندنا احنا عندنا كام؟ احنا عندنا خمسه، خمس دوائر اللي اترسموا. بعد كده دخلت يارا رسمت ما شفناش رسمت قد ايه لكن لما بصينا لقينا العدد كله عندنا إيه اللي هم 12 اذا الخمسه اللي عندنا دول هنكمل عليهم ونعد 6 7 8 9 10 11 12 ودول اللي ضافتهم يارا يبقى ضافت كام يبقى ضافت 7 اذا احنا هنا عملنا عمليه ايه عد من الصغير اللي هو الخمسه لغايه ما وصلنا الى ال 12 اذا استخدمنا استراتيجيه العد طيب ممكن نستخدم طريقه ثانيه ان احنا نقول الخمسه بتاعتنا زائد كام بتساوي 12 ممكن نيجي على خط الاعداد بتاعنا اللي هو من صفر واحنا ماشيين الى ما لا نهايه يعني احنا هنقف مثلا عند 20 مع الاولاد نقول لهم العدد اللي عندنا كام؟ خمسه هنتحرك لغايه ما نوصل الى 12 ادي خمسه هنبدا نتحرك ونعد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه وصلنا لل 12 اذا العدد بتاعنا اللي هو رسمته يارا هو كام سبعة ده بطريقة خط الأعداد أو استراتيجية خط الأعداد طيب تعال نشوف برضو طريقة ليه? للحل ان احنا هناخد المسألة بتاعتنا كده ونيجي على مخطط الاعداد بتاعنا ونشوف العدد بتاعنا اللي هو خمسة هنحط عليه دائرة وبعدين نبدأ نمشي لغاية ما نوصل الى الاثناشر هنمشي لغاية العشرة يبقى مشينا خمس خطوات وبعدين نكمل ناخد من الحداشر وبعدين الاثناشر احنا ابتدينا من خمسة ووصلنا لغاية اثناشر يعني اذا لما يعدوا الاولاد هيلاقوهم سبع خطوات يعني سبع دوائر رسمتهم يارا ودي اللي هو بون طريق مخطط الاعداد طيب ممكن برضو طريقة تانية ان احنا او ربعة يعني ان احنا نقول الخمسة زائد كام بتساوي 12 هنعملها بعملية طرح ان احنا هنقول 12 ناقص خمسة بتساوي كام طيب انا عندي 12 كلهم هم قدامي وهشيل منهم الخمسة هشوف اللي هيفضل لي كام هنعد نلاقيهم يطلعوا كام يطلعوا سبعه اذا المساله بتاعتنا طلعت كام طلعت سبع دوائر برضو ودي هنقول عليها طريقه الحذف او طريقه الايه الطرح بتاعنا ان احنا عملناها عمليه طرح وبالتالي فحذفنا من ال 12 الخمسه بقى اللي فاضل السبعه. طيب تعال نشوف طريقه خمسه كمان الطريقه دي احنا هنقول فيها ايه بقى؟ هنقول الطرح بتاعنا هنستخدمه كالتالي انا هكون 10 ال12 عشان تبقى 10 يبقى انا محتاج ان انا اشيل منها 2 فهشيل من الخمسه 2 وبعدين اشيل التلاتة إذا زي ما اتفقت معاكم إن الحاجات دي ما تتحطش جنب المسألة هنا عشان مش هتبقى مظبوطة، لكن هي دي ب... دي ممكن تنفع تتحط جنبها ماشي. إذا هنا هشيل من الاثناشر 12 اثنين هيطلع لي 10 وهيفضل الثلاثة هنقصهم كمان من العشرة 10 هتديني كام؟ هتديني سبعة، إذا هنا السبعة، لكن هو بيطالبني بالرسم. فأنا هعمل إيه؟ هشوف عندي كام؟ عندي 12. أنا هشيل منهم اثنين الأول بقوا كده عشرة قدام مني وبعدين هشيل التلاتة عشان عايز اشيل خمسة هشيل الثلاثة بقى اللي فاضل قدامي هو ايه السبعة اذا احنا استخدمنا تكوين العشرة في عملية الطرح طيب تعال نشوف برضو طريقة ستة كمان للحل ان احنا عندنا خمسة زائد كام بتساوي اتناشر اه ممكن افكر انا بان انا اكون الاتناشر دي من الخمسة الخمسة محتاجة كام عشان انا هوصل للاتناشر يعني هعد العشرة فاكملها عشرة الاول احط خمسة بقت كده عشرة وبعدين اضيف الاتنين عليها اذا انا هنا عملت ايه على الخمسة ضفت كام ضفت خمسة زائد اتنين يعني سبعة بقت كده بالشكل ده اذا الاجابة طلعت لي سبعة طب انا عندي كام انا عندي خمسة ده بالرسم طيب هضيف خمسة وبعدين هضيف عليهم اتنين عشان كده اكمل ال 12 بتوعي يبقى دول الخمسة اللي كانوا مرسومين من الاول والسبعة اللي اضافوا عليها فبقت تكوين العشرة في عملية الجمع بتاعنا تمام طيب تعال نشوف برضو طريقة تانية طريقة سبعة للحل بتاعنا انا عندي 5 زائد كام بتساوي 12 طب ال 12 اخد العدد الكبير ده واشوف هو عباره عن كام وكام عباره عن 10 و2 يعني 10 زائد 2 طب ال 10 عباره عن كام انا محتاج 5 هنا خدوا بالكم من دي انا محتاج 5 فبالتالي لازم اجيب اللي يكمل الخمسه يبقى ال 10 هتديني 5 زائد ايه زائد 5 وفي عندي 2 هنزلها كده فبقت عباره عن 5 زائد 5 زائد 2 طيب الخمسه دي اللي هي موجوده طب اذا اللي اضفته هو ده اللي هو خمسه زائد اتنين يعني السبعه يبقى الخمسه دي نزلت ودي السبعه ادتني كام؟ ادتني اتناشر اذا انا عندي خمسه وبعدين اضفت عليهم خمسه تانيه عشان اكمل العشره وبعدين اضفت اتنين فيبقى انا اضفت كام؟ سبعه ادتني الاجابه بتاعتي اللي هي عن طريق تجزئة الأكبر خدت الأكبر وعملت له تجزئة ورعاية العدد اللي موجود عندي إنه يكون موجود في المسألة بتاعتي يعني من خلال ال 12 لازم أستخرج الخمسة وأشوف الباقي كام ده معنى التجزئة يمكن تقول لي إنها شبيهة باللي فاتت لا مش شبيهة طبعا في اختلاف كتير راجع بين دي وبين اللي فاتت طب بعد ما شفنا الافكار بتاعتنا كده اللي احنا استخدمناها في سبع طرق او سبع استراتيجيات استخدمناهم هطرحها على الاولاد يعرفوها كويس وبعدين ابدا اديهم مسائل والمسائل دي كل مجموعه تشتغل فيها مع بعضها ونشوف هيعملوا ايه ويختار بقى يعني انت انتوا هتختاروا مجموعه إيه؟ هتختاروا المجموعه بتاعتكم هتختار انهي استراتيجيه وتكتب اسماء الاستراتيجيات السبعه اللي احنا قلناهم وتسيب الاولاد يبتدوا يشتغلوا وقسمهم الى مجموعات يعني ممكن ست مجموعات زي كده مثلا وكل مجموعه تختار تاخد مساله وتختار الاستراتيجيه اللي هتشتغل بيها وتقول لك الاستراتيجيه الفلانيه اللي هنشتغل بيها. خلاصه الكلام يعني عشان خاطر آه برضه آه على فكره ما تقوليش الاولاد هيتوهوا لا بالعكس ده انت كده لما بتطرح اكتر من فكره يعني دي 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 حته في التربيه بت بنستخدمها يعني آه ان احنا لما بدي الولد اكتر من طريقه يبقى الولد بيختار الطريقه اللي عجبته وريحته ويشتغل بيها اه طيب في في الحالات بتاعتنا كلها هنلاقي ان الحد الثاني هو اللي ناقص كلهم الحد الثاني بتاعنا اللي ناقص الحد الثاني لما بيكون ناقص انا بستخدم عمليه الطرح اطرح الاكبر ناقص الاصغر يعني دي اطرح ال 17 ناقص العشره ودي على فكره كانت مشكله زمان في الصف الثاني بالنظام القديم ان المربعات اللي بيسموها سحريه طبعا مش سحريه هنا هنا مربعات الايه الاعداد الناقصه ف دي كانوا الاولاد بيعانوا فيها مشاكل كتير جدا بالطريقه دي بالطرق اللي احنا قلناها بالاضافه للي اتشرح معاهم في الدروس بتاعتنا كده هيقدروا الاولاد يستوعبوا بسرعه ازاي يوصلوا للناتج بنلخص الكلام برضو وبنقول ان الحد الثاني بنجيبه دايما بالطرح ان احنا نطرح العدد الاكبر ناقص العدد الاصغر سواء استخدمنا الاستراتيجيات بتاعتنا او مشينا علي القاعده دي اللي يريح آه تمام يعني المهم بس ان حضرتكم يبقى عندكم الافكار اللي انتم تدوها لاولادكم و يعني سواء كان في البيوت او في المدرسه وطبعا زي ما انت شايف آه في افكار كتيرة يعني ممكن نستغلها في اكتر من حصه ولان خلصت المنهج بتبقى محتار مش عارف تعمل ايه وبتدي اي مسائل وخلاص عشان مراجعات وخلاص لا يعني انت بالطريقه دي ماشي منظم مع تسلسل الكتاب بتاعك وفي نفس الوقت بتثبت المعلومات في اذهان تلاميذك عشان يستفيدوا للترم الثاني ان شاء الله واللي هنشتغل فيه يعني اعداد اكبر شويه وحاجات اجمل ان شاء الله اه طيب تعال نشوف بقى بعد كده الموضوع التاني اللي هندخل فيه اكتب الاعداد اللي بتعبر عن الحاجات دي الاحاد والعشرات والمئات المربعات اللي انا قلت عليها في الشرح بتاعي في الدروس فموجودة في فيديو انا عامله اللي هي ازاي تصنع وسيلة دينز وكنت حاطط الرابط تحت الفيديو بتاع الدرس بتاعها يعني الحقيقة في عدد كبير دخل وشاف الطريقة بتاعتها عشان يعمل المربعات دي ويعملها ازاي دي طبعا للاحاد ودي للعشرات عبارة كل واحدة منها بعشرة من دول. ودي للمئات كل واحدة منها بعشرة من العشر عشرات يعني يعني عشر عشرات من دول بيكونوا واحدة هنا اللي هي تبقى فيها مية. لان كل واحدة من دول بعشر. فدي خانة المئات فيها اتنين بمئتين ودي خانة العشرات فيها أربعة باربعين ودي خانة الأحاد فيها ثلاثة يبقى بثلاثة إذا هنا أنا عندي ثلاثة عليهم أربعين يبقى دي ثلاثة واربعين هنضيف عليهم الميتين هيبقى ميتين ثلاثة واربعين هو عايز العدد اللي بيعبر عن المربعات اللي احنا عاملينها طيب اللي هي القيم المكانيه يعني بتاعتنا <applause> برضو هنا عندي سته في الاحاد وعندي سته في العشرات وعندي اربعه في المئات يبقى الولد هيكتب اربعه سته سته مفيش مانع ان انت يعني تلخبط الترتيب بتاعهم عشان برضو يبقى الاولاد فاهمين ان ده مهما راح في اي مكان هو المئات وده الاحاد وده العشرات برضو دي تدي يعني تركيز شويه للاولاد طب دي هنلاحظ هنا انه ما جبش العشرات ممكن تلاقي اولادي يكتبوا لك خمسة واربعين تركز في الحته دي ودايما تعمد ان انت تجيب مسائل فيها حاجات زي كده عشان الاولاد يتقنوا الحته دي كويس اذا انا عندي خانه العشرات ما فيش حاجه صفر ودي 400 ودي خمسة يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي 405 وعلى فكره يعني هو الجزء بتاع الاعداد الكبيره اللي هي من ثلاث ارقام دي هو الجزء اللي تتعرض له في الكتاب مش اكتر من كده مع المقارنه بين الاعداد المكونه من رقمين والاعداد المكونه من ثلاثه واحدة تاني برضو كمان هنا ما جابش الأحاد فبرضو ممكن الأولاد يغلطوا هنا يقولوا دي أربعة وخمسين لأن هنا ما فيش احد عندي معلش آسف عفوا هيبقى دي دي عبارة عن خمسين ودي الربعمية فتبقى الخمسمية قصدي ودي الاربعين يبقى خمسمية واربعين بعد كده نبدا ندخل في ان احنا نوريهم خانات او جداول الاحاد والعشرات والمئات ونكتب لهم ارقام في كل خانه من دول بالشكل ده كده ويبتدوا الاولاد او نمليهم عدد يعني هم يوزعوا العدد ويرسموا الرسومات بتاعتها اللي هي اربعه احاد وخمسة عشرات وتلاتة مئات يبقى عندي تلتمية اربعة وخمسين طب واحدة تانية عشان بس ما نطولش يعني في الموضوع عندي مثلا عشان حكاية الصفر دي ناخد بالنا منه متين وستة مثلا اه هيرسم هنا ست مربعات لكن هنا هيسيبها فاضية وهنا هيرسم اتنين مربعات المئات بتوعي وهيديني الاجابة اللي هي متين وستة طيب تعال نشوف فكرة تاني برضو في نفس الكلام ده إن هو بيجيب لي الآحاد والعشرات والمئات ويا إما ترسم وهم يكتبوا يا إما تكتب وهم يرسموا أو هم يعملوا الاتنين على حسب ما تشوف أنت المناسب معاك مع أولادك يعني مثلا كتبنا القيمة 130 هيبدأوا يحطوا مربع واحد هنا وثلاثة هنا لكن دي مش هيحطوا فيها حاجة ويبقى العدد بتاعي هو 130، واحدة ثانية برضه بالشكل ده، وقلت له 368، فهيحط هنا الثمانية، وهنا الستة، اللي هم الشرايط، وهنا المربعات الكبيرة، اللي هي ثلاث طيب. ااا اه بنقول له تعالى اكتب الأعداد بقى بالحروف، خدوا بالكم إن إحنا لما ادينا لهم الأعداد عشان يكتبوها بالحروف، بالحروف، ابتدينا من واحد لغاية تسعة. في الأول عشان كده هنبدأ نقول لهم اكتب لي العدد ده بالحروف هيقول لي ثلاثة طب اكتب لي العدد ده بالحروف هيقول لي سبعة طب اكتب لي العدد ده بالحروف هيقول لي واحد طب اكتب لي العدد ده بالحروف هنا بعد ما خلصنا من واحد لغاية تسعة ودربناهم عليها ابتدينا بعد كده نديهم 10 20 30 بالعشرات واحنا ماشيين لغاية ما وصلنا إلى التسعين فهنقول لهم بقى 10 هيقولوا يكتبوها عشرة وعيش تلاتين هيكتبوها تلاتين ثلاثون وبعدين سبع سبعين هيقولوا سبعون وطبعا يعني بتبقى مشكلة مع الأولاد شوية لكن مع الدروس اللي مرت طبعا أكيد يعني استوعبوا الحتة دي بنوصل في العشرات لغاية التسعين فبنقول لهم اكتبوا العدد ده تسعون بعد كده بن بعد شوف خد بالك احنا مشينا معاهم ازاي من واحد لغاية تسعة الاول وبعدين من 10 لغايه 90 وبعدين ندخل من 11 لغايه 19 فنقول لهم مثلا 13 يقول لي 13 نقول لهم 17 يقول لي 17 نقول لهم 19 هيقول لي 19 تمام مهم قوي التسلسل بتاع الترتيب بتاع التدريب بتاع الاولاد من 1 ل 9 من 10 ل 90 بالعشرات وبعدين من 11 الى 19 طيب بعد كده بنطلب منهم انهم يحطوا علامه اكبر واصغر ويساوي بين مقارنه بين عددين واحد منهم مكون من ثلاث ارقام وواحد مكون من رقمين شيء طبيعي على طول ان اللي من ثلاث ارقام هيكون اكبر من اللي من رقمين والعكس برضو 91 386 هيبقى اصغر من <applause> واحد تاني سبعمية واربعين وسبعة واربعين على طول الولد شايف ان ده من تلات ارقام في مئات لكن هنا مفيش مئات وبالتالي اه هيبقى هو الاكبر انا عايز بس تلفت النظر لحاجه ان اول حاجه بنعملها في الترتيب بتاعنا ان احنا بنعد الارقام بتاعتنا اذا لقينا واحد من ثلاث ارقام واحد من رقمين فابو ثلاث ارقام اكبر والرقمين اصغر فدايما بنبص للاول عشان العلامه دي بتاعت الاول اه فاحنا بنقول ده كام ده ثلاث ارقام لكن ده رقمين ده يبقى ايه يبقى اكبر احط علامه اكبر ده من رقمين ده من ثلاث ارقام ده اصغر يبقى احط علامه اصغر ده ثلاث ارقام ده رقمين الأول ماله؟ كبير لأنه من تلات أرقام يبقى أكبر، لما أجي مثلا في مسألة زي دي مثلا، أه هنا ده تلات أرقام و أرقام الأولاد ممكن يغلطوا فيها عشان شايفين نفس الأرقام هي هي، فنلفت النظر إن هنا برضو لما تساوت الأرقام بقى نبدأ نبص على الخانة ذات القيمة الأكبر اللي هي خانة المئات هنا كام هنا سبعة لكن هنا كام هنا واحد وبالتالي يبقى مش محتاج أكمل الباقي إلا إذا تساووا يبقى أشوف خانة العشرات وتساووا برضو أشوف خانة الآحاد لكن هنا من المئات على طول ظهرت إن دي فيها سبع مئات ودي فيها واحد مائة يبقى إيه يبقى أكبر من طيب هنقول لهم اكتب لنا الاعداد بالترتيب بقى من الاصغر للاكبر اجيب اعداد من رقم واحد ورقمين اه او من الاكبر للاصغر يعني مش شرط الترتيب ايه يعني اه يعني مهم من الاصغر للاكبر او يعني عليهم الاثنين يعني انت تدربهم على الاثنين يعني بس انا اكتفيت بالاصغر للاكبر هنا وجيب لهم ارقام يعني أعداد من رقمين أعداد من رقم واحد يبدأوا الأولاد يشوفوا مين أصغر واحد يبقى ده نكتبه الأول وبعدين ده نكتبه بعده وبعدين ده وبعدين ده يبقى 4 7 8 13 الحقيقة هو من الأفضل هنا إن الأولاد يحطوا في حالة الترتيب هنا علامة أصغر من وهنا علامة أصغر من وهنا علامة أصغر من لأن هو عايز من الأصغر يبقى دي أصغر من اللي بعدها يبقى حط علامة أصغر من إذا كنت يعني عندك الدقة وعايز الأولاد يشتغلوا صح يعني وهنا أصغر من وهنا أصغر من يبقى أربعة أصغر من سبعة وسبعة أصغر من ثمانية وثمانية أصغر من ثلاثة عشر مسألة تانية برضو. جبناها من رقم ورقمين وتلاتة فبالتالي هيبقى الرقم الواحد هو اللي هيجي الاول في عندي اتنين من رقمين يعني ده الطريقة اللي برتب بيها اه الرقم الاصغر اللي هو الخمسة هاخده الاول لان انا عايز الترتيب من الاصغر طب عندي رقمين بقى هشوف ده من رقمين وده من رقمين ده خانة العشرات في كام؟ في 2 لكن ده خانة العشرات في كام؟ في 1 إذا ده هو الأصغر يبقى هاخد ال 18 بعد ما خدت الخمسة وبعدين أخد ال 23 وبعدين أخد الايه ال 107 يبقى الترتيب بتاعها هيجيني بالشكل ده 5 أصغر من 18 و18 أصغر من 23 و23 أصغر من 107 خدت الرقم وبعدين الرقمين وشفت الاصغر في الرقمين وبعدين التلت ارقام وبقى هنا قلنا علامه اصغر لو كان بقى الترتيب من الاكبر الى الاصغر يبقى الولد هيحط علامه اكبر من وهنا اكبر من وهنا اكبر من اذا كان الترتيب ترتيب تنازلي من الاكبر للاصغر لكن هنا ترتيب تصاعدي من الاصغر للاكبر عشان كده بحط علامه اصغر من وانا ماشي. يعني دول كده افكار سريعة انا بديها لحضراتكم على اساس ان انت الهدف منها ان انت تمشي بنفس التسلسل بتاع الترتيب وما تديش مراجعات وتفرض عضلاتك زي ما قلت المرة اللي فاتت عدد مكون من ثلاث ارقام ومش عارف ايه وفين لا يعني خليك ماشي بالتسلسل اللي ماشي بيه الكتاب لان ده مبني على بعضه كله وانت ماشي بالترتيب في المراجعات بتاعتك طيب يعني بكده يكون انتهينا من ملخص الافكار بتاعتنا في دروسنا من ال 16 لغايه ال 30 وان شاء الله انتظروني في اللقاء القادم هيكون من الدرس 31 لغايه 45 وبعدين ناخد من 46 الى 60 يعني في مراجعتين تاني ان شاء الله عشان خاطر تست يعني يستفيدوا اولادكم بنفس النظام فيها. أه ما تنسوش شعار القناة قناة محمد عبده موجود هنا المسو هيظهر لك كلمة اشترك اضغط على كلمة اشترك هيزيد العدد واحد يبقى انت اشتركت في القناة لكن لازم تضغط على الجرس عشان تكون مشترك فعلي عشان يجي لك رسالة باي فيديو انا انزله على قناة محمد عبده الاسم ده موجود تحت القناة لو ضغطت عليه حضرتك هتدخل على القناة هتلاقي كلمة قوائم التشغيل اضغط عليها هتلاقي جميع الصفوف واللي انت عايزه من اي صف او اي مراجعات او دروس يعني اضغط عليها اللي انت عايزها هتلاقي الدروس بالترتيب وانا هحط لك هنا كمان هسهل لك هحط لك اللي احنا عملناها بتاعه مراجعات الكتاب وما كملناهاش وهحط لك هنا برضو بتاعه الرياضيات الدروس بالترتيب بتاعتها وهنا متعدد التخصصات اذا كنت بتدي الماده تضغط على اللي انت عايزه عشان تتفرج عليه بالترتيب هتلاقيهم موجودين داخل القوائم وبكده يكون وصلنا لنهايه لقائنا النهارده أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته